ما هلا يا سالي وصلنا لنهاية مشوارنا لليوم مع فقرتنا الأخيرة وختامنا مسك لليوم، ومن ماليزيا مع لاعب سوري شاب استطاع أنه يكون بصمة مميزة بعالم الرياضة وأيضا بقراراته الأخيرة. تفاصيل أكيد رح نتابعها سوا بهالتقرير لزميلتنا سلمى عودة. هي ليست المرة الأولى التي تحلق فيها كرته الفائزة خارج سماء الوطن، ولكنها المرة التي كانت مختلفة. فبعد وصول لاعب الريشة الطائرة السوري أحمد جلاد إلى الدور ربع النهائي لبطولة موريشيوس الدولية في ماليزيا، رفض مواجهة خصمه الإسرائيلي، وكانت قرعة البطولة أوصلته لهذه النتيجة بعد فوزه في ثلاث مباريات في فرد الرجال. وسبق لجلاد أن شارك في العديد من البطولات الدولية في عالم الريشة الطائرة، وحقق نتائج جيدة أمام لاعبين من ماليزيا وتايلاند وأندونيسيا. وها هو اليوم، على الرغم من عدم تمكنه من وضع كرته في شباك المنافسة، إلا أنه سجل الهدف الأكبر بتسجيله هذا الانسحاب الوطني، ليبقى اسمه إلى جانب اسم بلده حراً قوياً. لنتعرف ليا أكثر على البطل الرياضي أحمد الجلاد اللي رح يشاركنا اليوم بصباحنا غير عبر الهاتف من ماليزيا. طبعا أحمد يسعد صباحك. يسعد صباحك. صباح النور. يسعد صباحك أحمد، وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نتعرف مع حضرتك، كيف كانت مشاركتك بالمباريات الأخيرة قبل ما توصل للمباراة يلي عرفت فيها أنه خصمك هو إسرائيلي؟ المباريات طبعا كانت قوية وأنا كنت جاهز بكامل تركيزي، الحمد لله حققت الفوز بالمباريات وتأهلت على الأدوار النهائية. نعم أحمد، هالموقف طبعا مثل ما أنت كنت سعيد فيه كنا نحن السوريين فخورين فيك. خلينا نتعرف عن تفاصيل موقفك، شو كان أثره عليك، وحتى شو تحضيراتك بالنسبة للمباريات القادمة. هلأ بصراحة كان القرار مو سهل، لأنه كان عندي رغبة كبيرة وفرصة كبيرة بعد جهد وتعب للفوز بالبطولة وفرح أهلي وكل السوريين، بس الحقيقه انا ما بعترف باسرائيل ولا بلعب مع اي لاعب من كان الصهيوني لا هلا ولا بالمستقبل، لهيك انا سعيد وفخور بالقرار اللي اخذته. نعم الحمد لله معنوياتي عاليه وكل شيء بيتعوض. نعم اكيد احمد، ونحن اكيد فخورين فيك وبموقفك يلي انت قمت فيه، مع العلم انه انت وصلت للنهائيات بهي المباراه. خلينا نحكي، هل في صعوبات بتتعرض لها بالمشاركات الخارجيه يمكن بسبب التاشيرات كونك اكيد سوري؟ نعم اكيد عندي صعوبات كبيره بسبب التاشيرات، وبهالقصه بحب بس اطلب من الخارجيه السوريه اذا بتقدر تدعمني باوراق لتسهيل هالعمليه واحصل على التاشيرات بيكون ممتاز. نعم أكيد أحمد، إن شاء الله يا رب يكون طلبك مسموع. خلينا نحكي أكثر إن شاء الله يا رب. خلينا أحمد نحكي أكثر عن المباريات اللي أنت شاركت فيها غير هيدي المباراة. شاركت مباريات عديدة وبطولات عديدة مع أفضل اللاعبين بالعالم، وكنت نافس واكتسبت خبرة جيدة ومفيدة للمستقبل لتحقيق إنجازات لي ولسوريا. نعم أكيد أحمد، خلينا نحكي عن أحمد، عن مسيرته بلعب كرة سوري بلعب الريشة. خلينا نحكي قد ايه صار لك بهيدا المجال، وخلينا نحكي عن أهم البطولات يلي حضرتك شاركت فيها ولوين حابب توصل. الحقيقة لي حوالي 7 أو 8 سنين بلعب الريشة الطائرة. نعم. وبنهاية 2013 حققت بطولة الجمهورية للشباب، بعدين سافرت الى الخارج بهدف الاحتراف بعين الاتحاد السوري على حساب والدي الشخصي لمده طويله،
وبدون اي دعم من اي جهه رسميه بسوريا حتى الان. لهيك فيني اقول انه هذا عتبي الوحيد بيطلب من الدعم الوطني قياسي لكي يستمر رفع علم الوطن قائد الوطن السيد الرئيس بشار الاسد في المحافل الدوليه. احمد تفضل. بتمنى من كل قلبي مقابله السيد الرئيس من خلال قنواتكم الكريمه، اسوه بالابطال بالرياضه او التعليم. وكمان بحب اشكر الان في خلود رئيس الاتحاد السوري لرئيس الطائره لمحاولتي مساعدتي خارجيا. نعم ان شاء الله حقق انجازات وطموحي ما محدود، وهدفي حقق بطولات وانجازات واوصل لاولمبياد اليابان 2020 ان شاء الله. نعم ان شاء الله يا احمد بتحقق كل شيء بدك اياه. بنتشكرك وبنرجع بناكد لك انه نحن كلنا فخورين فيك. اكيد شكرا كثير لك يا احمد، وان شاء الله ان شاء الله بتوصل للاماكن يلي بدك اياها ويلي بتطمح لها، وبتحقق مكانه كثير مهمه بالمباريات، ولكن كانك سوري. بعفو، هذا الشيء بيفرحني وهذا واجب. نعم. بتشكركم وبتشكر المحطه على الفرصه اني اطلع معكم، بتشكر اهلي كثير. نعم. واذا تسمحي لي بس ابعث تحيه للشعب السوري. تفضل. اكيد تفضل احمد. تحيه للشعب السوري صامد بوجه الارهاب، وان شاء الله سوريا بتوصل بقياده قائد الوطن السيد الرئيس بشار الاسد. ان شاء الله يا رب. تحيه لجيشنا البطل حامي البلاد، والله يرحم شهداء الوطن. امين ان شاء الله. امين. شكرا كثير لك يا احمد. شكرا. اكيد شكرا. سالي ومع احمد اكيد بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم، واكيد نحن رح نبقى على الموعد كل يوم الصبح الساعه 9، فابقوا على الموعد ومعنا. لكل يلي بحب اكيد يبقى على اطلاع باخر الاحداث والمستجدات، اكيد ابقوا برفقتنا على شاشه الاخباريه السوريه عبر تغطيتها المستمره على مدار اليوم. تحيتنا الكثير كبيره من القلب لابطال الجيش العربي السوري، الله يحميكم يا رب يا شبابنا ويا عزتنا. شكرا كثير لكل مشاهدينا، واكيد نتشكر فريق العمل، وشكرا كثير لك يا سالي. ميرسي لك يا ليا، واكيد ختامنا رح يبقى يحمل الامل بوجودكم وصمودكم ابطالنا بالجيش العربي السوري، واكيد لكل يلي عنده فكره او موضوع حابب يشاركنا فيه ابقوا على تواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. تمنياتنا بانكم تبقوا بالف خير، مني ومن كل الكادر انكم تضلوا بالف خير. وباي باي.